ادواردو بيلعبها او البريك ارضيه، الكره بتصل الان للفرج سلمان للمايسترو سلمان للفنان سلمان للفرج للهلاليين، يسجل اول اهداف الزعيم في الدقيقه 45. سلمان قدم يسرى، ذكاء كبير، مهاره فطريه، موهبه خالصه. الفرج بذكاء وبعقل وبإبهار يسجل لمصلحة الزعيم أول أهداف المباراة. أنا ودي تتابعون كيف استلم سلمان تحت الضغط وكيف مر تحت الضغط، لأن لعبة بيني وبينكم يرفع الضغط. شوف 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 هني استلم، شوف هني كم موه يا جماعة، هذا وين يلعب؟ هذا وين يلعب؟ مربع متر في متر لعبة سلمان الفرج. سلمان الفرج تحت الضغط، ما في مثل سلمان للمدافعين، يرفع الضغط، يسجل الزعيم الآن أول أهداف المباراة. لاعب كبير،